بلادنا العيش انت وما في الضعف. قريطرة زوينة ولكن الناس خصهم يتعاملوا مع بعضياتهم. قريطرة زوينة ولكن الإجرام اللي فيها لي زاغريسيون هادشي خصنا نحدو منه، يعني لا المواطن ولا الأمن، يعني خصنا نتعاونوا على هاد الناس ما خصهمش يكونوا. قريطرة زوينة بزاف ولكن خص المسؤولين ديالها يهتموا بها شوية، وخص المواهب فين تفرغ الطاقات ديالها وفين تكون فين تكون شخصيتها. ولكن خص المسؤولين ديالها يهتموا بها شوية. قريطرة مدينتنا زوينة، بلاصها موقعها الاستراتيجي ولكن فيها بزاف الحوايج خايبين. الموضوع اللي كيقيسني انا شخصيا اونطونك بنت كدير الفن كتمثل، دونك خاصني لي زيسباس كولتورال فين ندرب، باش فين ندرب وفين يعبروا على الهوية ديالهم. قريطرة خوتي زوينة ولكن طريق عندنا عيالي. قريطرة زوينة ولكن الناس ديالها خاصهم يحترموا واحد الفئة، هاد الفئة هما عمال النظافة. تحياتي ليهم. قريطرة خويا مدينة زوينة فيها الشباب اكشي يعني كيخدموا غيخدموا وكيبغيو يطوروا ريوسهم، ولكن المشاكل اللي كنعانيو منها هما ان كيخدموا الدريات اكثر من الدراري، والراجل كيقول لك علاش العزوف على الزواج، هذا هو المشكل، لان الراجل ما لاقاش فين يطور راسه. قريطرة زوينة ولكن المتنفس الوحيد ديالنا اللي هو النادي القنيطري كنشوفوه كيطيح وكيموت قدام عيني. القنيطرة زوينة ولكن التلوث مبلانش. القنيطرة زوينة ولكن خا شوية ديال الاهتمام بالبعثات ديال المدينة مش مزال. كنت في قناة زوينة ولكن بالنسبة للمتنفس الوحيد اللي فيها اليوم هو الشاطئ ديال المهدية، واللي ما فيه اللي سبق لينا من السياح مقارنة مع المدن أخرى، وهو راجع يعني المرافق العمومية وتليكومبين. واحد النهار تحت السيرة محنسرة قالت لي كاجي نركب في الطوبيس، اقسم بالله العظيم.